ليه الطلبة عندنا في هارلم كوليدج بعد ما بياخدوا كورس التحضير للآيتس بيجيبوا الماركس اللي هم عايزينها؟ الإجابة بشكل بسيط، في اختبار الآيتس احنا بندي هنا تكنيكس للطلبة بيستخدموها مجرد ما هو بيدخل الامتحان، بيشوفوا الامتحان، بيتعاملوا مع الامتحان، التكنيكس اللي احنا بنديها لهم بنديهم ازاي يتعاملوا مع الآيتس تيست. وبعد وطبعا زي ما انتم عارفين ان الايتس تيست عباره عن 4 بارتس. الفور بارتس دول احنا بندرسهم بارت او جزء سيبريتد، وبعد ما بندرس جزء بنحل او بنجيب ماك اكزام، يعني امتحان سابق، وبندرب الطلبه عليه. يعني مثلا في الرايتنج بارت بنجيب اسز كتير جدا من امتحانات سابقة، ونخلي الابليكانت او الطالب اللي عندنا ان هو يدرب نفسه على حل نموذج الرايتنج اساي في 40 دقيقة بالستوب واتش. احنا بنشغل ستوب واتش وهو بيحل التست في فترة زمنية معينة، لازم يخلص التست بشكل معين او باستراتيجيز معينة. وكمان في الرايتنج بارت بالذات عشان هو يعتبر من اصعب الاجزاء في الايتس تيست، بعد الطالب ما بيخلص الكورس بريبريشن بنديله ملزمه فيها 32 اساي. ال 32 اساي دول متصححين وجايبين 9 باند، يعني جايبين 9 من 9، يعني ما فيهمش اخطاء خالص في الاساس دي. زائد ان طول الـ preparation course الطالب بيكتب essays على طول وبنصححها، بنطلع المستيكس اللي احنا بنطلعها مش بيغلطها مش او مش بيرتكبها تاني في الاختبار. ده كده بالنسبة لجزء writing. بالنسبة لجزء listening بياخد الـ students tracks كتير جدا بيسمعها في البيت وبيتعود على الاكسنت بتاع التست. في جزء listening اول 3 بارتس بيبقوا دايما بريتش اكسنت، السبيكر فيها بيبقى بريتش اكسنت، اخر بارت بيبقى اللي هو بارت 4 بيبقى اصعب بارت وبيبقى بالامريكان اكسنت. الطالب عندنا في الجزء الاوديو بيتعود على الاثنين، بيتعود على الامريكان اكسنت وعلى البريتش اكسنت. في جزء الريدنج بندي تكنيكس ان حاجه اسمها سكانينج ذا ارتكل او سكيمينج ذا ارتكل. قبل ما الطالب يبدا يقرا الكومبرهنشن او الباسج اللي عنده، بيقرا الاول الكويشنز، بياخد ايديز او انفورميشن من الكويشنز من الاسئله، وبعد كده بعد ما بيقرا الكويشنز بيبدا يحل في او بيبدا يقرا في الباسج، وبياخد المين ايديز للباسج، وبياخد الحاجه اسمها سيجنال ووردز او الكي ووردز، الكلمات المهمه جدا بيستخدمها او بيبيك ذم اب على اساس ان هو تمكنه من اختيار الحل الصح في الاجابه. جزء السبيكنج اللي هو الجزء الرابع والاخير في الايتس تيست، جزء السبيكنج بقى كويس يعتبر من اسهل الاجزاء. جزء السبيكنج الاكزامينر اللي قدامك بيبقى عايز يشوف بيعمل evaluation عندك للغة in general، whether ان انت عندك linguistic abilities ولا لا، وبيسألك questions general questions عن general topics، وبيشوف الwords او الكلمات اللي انت بتستخدمها، sentence structure بتستخدمها، pronunciation بتاعك، phonetics، وبيستخدم هل انت بتستخدم intonation ولا لا. يعني intonation، intonation يعني نغمة اللغة. في الانجليش في حاجة اسمها intonation، intonation اللي هي musicality of the language. اللغة الانجليزية مبنية على intonation عكس العربي تماما، العربي ما فيهوش intonation في ال everyday language بتاعتنا. اخر حاجة عايز اقولها في اختبار او في جزء ال speaking او جزء ال conversation او في امتحان المحادثة في ال IELTS، ما ينفعش حد يبقى حافظ استنباط او حافظ كلمات معينه او اجابه اسئله معينه وبيتكلم زي ماشين ماي جاي، يعني زي الاله، يقول له
tell me a little bit about myself, about yourself, for example. تقوم حافظ كذا جملة كده وترصهم للإكزامينر، الإكزامينر بيفهم أو بيحس إن أنت حافظ مش بتتكلم بشكل تلقائي. وفي السبيكينج تيست برضه ممكن، في ناس بتسألني كتير جدا بتقول هو ممكن لو أنا مثلا مش interested في reading وجه قال لي إيه هو الفيفوريت بوك بتاعك، أو هل are you interested in reading ولا لأ، يعني أنت بتحب القراية ولا لأ، وانت مش interested في reading. مش غلط في امتحان الايتس في السبيكنج ان انت تقول no I'm not interested in reading، ولكن ما تقول short answer، يعني short answer مش مفضلة خالص في الايتس، ولكن ممكن تدي prove او تثبت ليه انت مش بتحب reading وتدي حاجة تانية انت interested فيها. يعني مثلا question زي ده what is your favorite novel، جي قال لك ايه هي القصة بتاعتك المفضلة وانت اصلا ما بتقراش novel، simply جدا تقول له actually I'm not interested in reading novels or literature but I love watching movies and my favorite movie for example is Fury for example it's an American movie. يعني انت ممكن تقول لا انا مش بحب القراية او كده، بس لازم to support your answer بحاجة تانية. ده بالنسبة للايتس في هارلم انجلش كوليدج. مع هارلم كوليدج اتعلم انجلش صح، المعلومات اكتر فيزروا ويب سايت at www.harlemcollege.com.